بين أبنية مدمرة جزئياً وأخرى سويت بالأرض، يواصل طلاب الكليات الإنسانية في جامعة الموصل، ورغم أعمال التنظيف التي تشهدها كليات الجامعة المترامية على مساحة 251 هكتاراً، وتتميز بتنوع اختصاصاتها التي كانت تجذب نحو 39 ألف طالب، إلا أن أبنية وكليات عدة ما زالت خارج الخدمة بانتظار إطلاق مشروع إعادة الإعمار، وفق ما يؤكد مسؤولون إداريون. ولحق الدمار الكامل ب12 مبنى بينها مقر رئاسة الجامعة، فيما تتراوح نسبة الدمار بين 25%، ويعاني الطلبة من سوء الخدمات وعدم وجود أقسام داخلية للجامعة، حيث يضطرون إلى تأجير منازل مشتركة قرب الجامعة بحسب ما أكده الطلبة لكاميرا برنامج مع الناس. الجامعة بها دمار مثل ما تعرفون، انه الجامعة ضررت بايام داعش وبالحرب وبالتحرير، فالمفروض هسه صار سنتين من التحرير، يعني المفروض هسه الجامعة اقل شيء 80% منها رجع، بس احنا اذا نجي للواقع مالته 5% منها ما رجع، لان الابنية اللي كانت محترقة وتعبانة بس هاي اللي تعدلت وتصلحت. الموضوع الثالث اللي نحكي به مدينة الموصل بشكل عام، مدينة الموصل بشكل عام يراد لها جسور، لان الجسور مالتها كلش تعبانه وما تكفي الناس، يعني ما معلوم باي لحظه راح توقع هاي الجسور اللي ترقيعيه مجرد وقت معين وراح تنتهي مفعولها. اما بالنسبه للجانب الايمن بالتحديد، الجانب الايسر ما بيذيك المشاكل اللي يعانون منها مثل ما يعانون بالجانب الايمن. الجانب الايمن يعني المدينه القديمه او هاي المناطق القريبه على هاي المنطقه، يعني كلش تعبانه. فرق تطوعيه هي اللي جايه تساعد بشيله الانقاض، يعني اكو هواي فرق تطوعيه هسه جايه تشتغل جاي داخل المدينه القديمه تشيل الانقاض من داخل المدينه، يعني ما شفنا اي جهد للحكومه داخل هاي المدينه. فيعني لازم احنا نكون ويا بعض على مود نرجع الموصل مثل ما كانت، لان وضعيتها تعبانه كلش. انا الطالب صالح محمد قسم الجغرافيا مرحله اولى، يعني نرحب باخوتنا من جميع المحافظات ونقول لهم ان شاء الله احنا اهلكم وما نفرق بيناتكم. بعض الطلاب يعني حالتهم ضعيفه وهاي، فمعاناه قصيده تقول أفز من الفجر قوة افتح العين، أفز من الفجر قوة افتح العين، وفك ريج بحسرة من شهقتها، الناس الغبشت بيدينها كتاب وأنا المكناس تمغبش شلتها، ويجي العيد وتجي صغار الجوارين وجديدة هدومهم لما شفتها، يطلعون الفلوس قبالي واحتار، وأنا من العوز روحي طلعتها، أن عرف عرف مو على الوجه والله، علب سمرات القبل سنتين أبد ما بدلتها، أنا أتذكر ردن كانت الهدوم وصارت نص ردن من قدرتها، عيني ما فتحت على المراجيح ولا على الكتاب، على المكناس العين الفتحتها أنظف بالشوارع يا ناس، بس والله حرامات حرامات نسيت قلوبهم ما نظفتها، وصغير واجيتي وزعوم بدلات وطلبت اكبر حجم انا بوقتها، خاطر ما صير حساب الصغار وترست عيونهم من كبرتها، مو بدلة عمل كن لبست عار، الخلق لبساني امس من لبستها، احل وجدامي ما تنشال وياي، وبعض خطوات زحفا كملتها اللي فارق حبيبه يعيش مغثوث وانا الخاطر العيش ام لعفتها، هلا بزلمة البيت ام تقول لي مرات، هلا بزلمة البيت. انا اتكلم بصوره عامه عن القبولات اللي صارت السنه اللي يعني الماضيه. أنا من خريج إعدادية سارية، طلع لي قسم كلية تربية مغدادية، رحت لديالة، هي مساندة مغدادية لديالة، رحت لديالة قالوا لي أنت ماكو طلع المغدادية، مثل ما تعرفون المغدادية على حدود إيران، رجعت مرت الأخ عليهم ما يقبلون. المهم
رجعت للموصل، رجعت على الجامعة. أني هاي هيك تفاصيلي، أني أصلا بالتقديم ما كاتب كلية تربية مغدادية، هذا التقديم مالي هذا الشيء. رئيس جامعة الموصل قال أنت المفروض ترجع على دياله، هم مساندة هم راح يسجلوك. قلت له إحنا حرنا يعني، وهسه أنتم مثل ما تعرفون تعرف السنتين يترقن القيد، انجبرت أني دوامة مسائي، تعرف مثل ما تعرف أجور المسائي هسه كثير غالية، مو مثل قبل داعش اختلفت الأوضاع بشكل، ماكو أي تخفيضات، أجور يعني ضخمة، يعني إحنا أقل أجور 1,000,000 دينار. وإحنا الناشد يعني رئيس الوزراء بالذات إنه ينظر بقضية الطلبة وينظر، ورئيس وزير التعليم العالي هم يعرف شكو وش عصير بالجامعات، خلي يدقق يراجع يدز يعني رسائل المكاتب عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله نتمنى انه يجون بس يسمعون 5% من اللي عندنا، بنشكرهم احنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بصراوي يعني جاي دام جامعه الموصل، وعندي شعر راح ابهديه للوالده، طبعا اقول بي ما ان ذكرت الفراق تجسدت اطياف امي تجوم اضلعي، فيضيق صدري أيما ضيق كما الفلك ترى الرياح بلا أشرعي عافيتي، يا وجه الحيل والقوة يا شهمة روح يا من متروح إلا بجيبها مروة، صديقة بال ما تنشال حتى بساعة البلوى، يا أم الكون طعمو لون فدوى الروح لتفدوى، أجيب منين ماكو اثنين هي الوحدة والحلوة، يا رحمة رب يا من تنحب يا من جنة ربها جوا. يقول ما بين هاي البشر مهضوم أحس، بس سنة ومن شعبي تشين كتل هاقد ألف، بل سنة كم واحد يحب علي لو وقعت، بل سنة يمكن عددهم يصل حتى العدد شيعته، وشيعي ويا سني جبل قل لي الجبل شيعته ما مات حب الوطن، ولا ناسبت شيعته بالأمس حب الوطن من لحمه همه كرد، وجماعها شيعي ويا سني ناتجها يطلع كرد، يا الرايد التفرقة نهدي له جملة كرد، شيعية كردي خذت خلفوا كومة سنة، شيعية كردي خذت خلفوا كومة سنة. وقصيدة للشاعر الحقوقي عمر القرقلي يقول القهر خلصت خدمته وترس راس الشيب يمتع للتقاعد رايح نحيله، الشرف من ينكسر ما ممكن التجبير، دستور الشرف مو سهل تعديله، وصدقني ترى الزنبيله ما مفتوح كذب لا صدق احد راح يعبيله. يا ريت اطير ويا الهوى اوصل على بلادي، ويا اذان الفجر شقد حلوه بغدادي، يا ريت اطير ويا الهوى أوصل على بلادي، ويا آذان الفجر شقد حلوة بغدادي، مشتاق للماي العذب عطشان تعبنا الدرب، مشتاق للدجل العذب عطشان تعبنا الدرب، والقلب آه القلب ظل باسمك ينادي، والقلب آه القلب ظل باسمك ينادي، ظل باسمك ينادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطالب حسين أحمد خليل من قضاء الحويجة، نطالب من الحكومة تفتحنا طريق القويل، لأن جاي نعاني هواي، نعاني من شغل طريق تلويح 6 ساعات كركوك للجبل، 6 ساعات طريق، فنطالب بفتح طريق القوير بأي حال كان، حال سلمي، حال يعني بأي حال كان. أطلب من وزير التعليم الأعلي بأن ينظر إلى حال جامعة الموصل بعد التحرير، لأنه بعد التحرير لم نرى أي أشياء، أي يعني خدمات ملموسة في هذه الجامعة، وخصوصا من ناحية الخدمات، من ناحية المكيفات، ونحن مجبل علينا فصل صيف والأجواء حارة والدراسة تكون في هذه الفترة متعبة جدا. أما في كوضعنا في الأقسام الداخلية، هناك نقص في الخدمات، والأطفال والطلاب من جميع المحافظات في العراق يعانون من هذه الأقسام، لأنها تفتقر إلى الكثير من الخدمات. ونحن نطالب الدكتور حيدر العبادي بأن ينظر إلى حال الطلبة في جامعة الموصل، لأنها تفتقر إلى الكثير من الخدمات وخصوصا الأقسام الداخلية، ونطالب وزير التعليم العالي محمد إقبال بأن يخصص للطلبة، لأنهم هم الطبقة التي ترفع، هي الطبقة التي ترفع العراق، وهي الطبقة الجيدة في هذا المجتمع. وخلوا بالعقل سطرة وتخلخلوا تاه ما ظلي عليه، سطرة حزن وقصيدة يبتدي عليهم بيوم، سطرة يولوا ما طيب ما قوم، ما العلاج ما لبره، مبهر بحزن الجفون سنين ما لبره، شوف ولا ودهم يطيب الجروح مو لبره، هم ولا من كذب فديوم، ودوني عجيب أهل دياله مدري بهواهم وين، ودوني وعقب ما حمهم تولع تاب، هم رجع حبهم ودازلهم كثير اعتاب، هي يا قلبي شبغى بيا حكي اعتاب، لا تنفع الاه لا كثر اللطم، والنوب سنون لحبهم تلاقم بالضلع، والنوب عقب الجنية توب روحي، ازعلانين النوب ممنون منكم تعال اخذوا لكم صدري، ممنون منكم تعال اخذوا لكم صدري. نحن طلاب جامعة الموصل نعاني من ازدحامات وظروف مادية، فنرجو من السيد رئيس الوزراء رؤية معاناتنا وتطرق إليها.
السلام عليكم. احنا نتشرف بحضور قناتكم الكريمة جامعة الموصل، مجمع التربية الأساسية المجمع الثاني. بالنسبة لي طالب قسم العربي محافظة بابل، يعني اكو امور نعاني منها هواي شغلات. بالنسبة اكو تأخير التخفيضات، اجى تخفيض الى طلاب الموازي وطلاب المسائي فترة التسجيل، هذا التخفيض اجى وقدمنا طلبات ولحد الان ماكو اي شيء منها، بس وعود. ان شاء الله ثانية يعني منح للطلاب، باقي الكليات اكو منح للطلاب، بس داخل هذا المجمع ما جتنا لا كتاب على منحة ولا قرار على منحة، ما اعرف شنو الموضوع. طلاب الاقسام الداخلية قاعد يعانون هواي معاناة الاقسام الداخلية، نرجو يوصل صوتنا. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباس فاضل جون من محافظة كركوك قسم العلوم. محضرت بعد قلبي فدوى لقلبك. هاي يعني قصيدة للوطن ولجماعة الموصل بالأخص. أنت من الموصل؟ أنت من الموصل؟ من كركوك على رأسي بعد قلبي. أنت ابن ولايتي؟ كان أنت ابن ولايتي بعد. يقول لك حيلة لك حيلة الأصيلة تنومس الخيال، لك حيلة الأصيلة تنومس الخيال، يشوف الخيل حدرة وهو متعلي، طويل السيرة أقول لك واللي يطيح يطيح، ما ترفع جبينك عوفك تولي. شلي بجيتك، شلي بجيتك، هو جاية الحاجوز إذا مو أول المفزاع توصلي. اللي يسولف بالشجاعة ويحكي بالأمجاد كونوا يسوالف فعل يثبت لي. أنا رباط المحاكي ومصدر الديوان، أنا رباط المحاكي ومصدر الديوان، أكمل للي يقصر ما يكمل لي، وصيد الطائرة وما دور البلقاع، وصيد الطائرة وما دور البلقاع، وي مدت زمرها رفوف طاح لي. طبعا نوجه رسالة، احنا طلاب ديالة وطلاب المحافظات كافة، نوجه رسالة إلى وزير التعليم العالي بخصوص قسم التربية الخاصة. قسم التربية الخاصة ما موجود غير بس بغداد والحلة، بغداد وبابل وموصل. يعني هسه احنا شنو ذنبنا؟ يعني ما يفتحون لنا قسم، هو موضوع إنساني. يعني أنت وزير التربية اليوم احنا رحنا لأحد المعاهد، معاهد التوحد، نظرنا ان الحاله ماساويه، واليوم الاطفال المتوحدين يتسربون بالشوارع لان عدم الاهتمام من قبل الجهات الحكوميه بهذا الشيء. احنا راح يضيع مستقبلنا وراح يضيع مستقبل هؤلاء الفئه من الناس. يعني اغلب المجتمعات هي تطورت عندما اهتمت بفئه التربيه الخاصه. يعني ونطالب من وزير التعليم العالي بفتح ابواب التربيه الخاصه بكل محافظات العراق، لان موضوع انساني وموضوع جدا مهم، لان احنا ما نرتقي اذا ما نرقي العقول اللي هي تلفاني. يعني اليوم انا اذا اريد ارقي نفسي وارقي مجتمعي لازم اهتم بهاي الفئه، مو اروح اضحك على هاي الفئه وما اوفر لها كوادر تدريسيه خاصه بها. والشكر موصول الى الاستاذ رئيس البرلمان والاستاذ صلاح مزاح ومستشار رئيس البرلمان احمد المظهر، وإن شاء الله إحنا كنا إيد بإيد، بس نطالب من هؤلاء الأشخاص وأحمد المظهر بالأخص الأستاذ أحمد المظهر، نطالب منه وهو مستشار رئيس البرلمان أن يناشد لنا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بفتح باب قسم التربية الخاصة في التربية الأساسية في جامعة ديالى، ونطالبهم يعني بكل رحاب الصدر، لأن إحنا شنو ذنبنا راح نبقى هنا 4 سنين ومجتمعنا هناك بديالة ما عنده ولو محد للتوحد، ما عنده ولو محد لبطيء التعلم، ما عنده ولو محد لضعفاء السمع. يعني كلهم يتجولون بالشوارع والأسواق وما حد يعني مهتم لهاي الظاهرة أبداً. ما يمر به طلبة المحافظات تجمع ليس طلبة الموصل، معاناة بعد يعني تعدى أزمة الحرب التي حصلت في مدينة الموصل. طلاب بدأوا يعودون إلى دراستهم، لكن هناك بعض المعوقات مثل باقي المحافظات لمن يجون إلى
مدينة الموصل يدرسون لازم التوفير لهم الأقسام الداخلية، أماكن سكن، يعني نقل أو المنحة الدراسية لازم عليها هم يساعد شوية الطالب، لأن تعرف وضع الطلاب هو طالب لا شغل لا عمل، وناهيك عن باقي الطلاب اللي تخرجوا الدفعات السابقة لا تعيينات ولا شيء، ودا يدرسون دراسات عليا في سبيل أنه يحصلون على وظيفة، لكن هو بالإجماع كل شيء ماكو. لذلك نطالب من وزير التعليم العالي المحترم أو أستاذ أعضاء البرلمان النظر لهذه الشريحة المظلومة، يعني مظلومة بمعنى الكلمة، طلاب الجامعات اللي هم يعني واجهة المجتمع العراقي بصورة عامة، أنه يعني النظرة الأبوية الأخوية لهذه الفئة، لأنه هم اللي راح ينهضون بواقع العراق، وبعد تعرفون العراق طالع من أزمة ما مر بها أزمة بأي بلد بالعالم. تحية طيبة، احنا طلاب جامعة الموصل من جانب الأيمن، نعاني بعض الازدحامات بخلف الجسور لأنها قليلة وغير كافية لفض مشكلة الازدحامات، كذلك الأقسام بعضهن المتضررات بعد ماكو أي دعم للجامعة، نظافة قليلة، والأقسام أكثريتها بعد ما بلشوا بها أي جانب من جانب الإعمار. طبعا قبل داعش كانت الوضعية أحسن، كان اكو دعم للطلاب وهي المنحة الدراسية 100,000، ويا ريتهم يعيدون إياها، هسه عين شوية وضعنا أصعب والمنحة مينا انفقدت، شغل ماكو شوية يعني صارت أتعب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن طلبة جامعة الموصل نطالب الحكومة المحلية والمركزية بإعادة أعمار المكتبة المركزية، هذا الصرح المعماري الكبير الذي كان متنفسا في قبل أيام داعش السوداء، وكان يضم حوالي 50 مليون كتاب، والآن كما ترون الآن هي عمارة خامدة خالية من أي الروح التي كانت موجودة فيها. نطالب أيضا المنظمات الدولية بإعادة ترميمها من جديد وإعادة دب الحياة فيها وجلب الكتب المفيدة للطلبة. السلام عليكم، احنا طلاب جامعة الموصل كلية العلوم قسم طاقات، نعاني من بعض المشاكل منها الإيجارات الغالية، حوالي يعني هسه لحد الآن أنا دافع تقريبا 1.5 مليون بس على الإيجارات، على الإيجارات دافعين. ثانيا يعني نطالب ايضا من الرئيس وزير التعليم العالي ان ينظر الى جامعة الموصل نظرة خاصة في الاعمار وغيرها من مجالات. اشكر. اقسام يعني ماكو، كلها محترقة، وكل اكثر الطلاب يعني مأجرين ايجار، والايجارات كلش غالية بالموصل، يعني اقل شيء احنا شقة عندنا غرفتين 8 طلاب احنا مأجرينها ب 500,000. نحن طلبة جامعة الموصل كلية الآثار نطالب السيد رئيس جامعة الموصل أبي سعيد الديوتشي بفتح كليتنا السابقة الذي تضررت أثناء العمليات العسكرية، وعلما نحن نداوم أثناء الساع في كلية مكتبة الآداب كلية مكتبة المعلومات ونعاني من زخم شديد، علما أن كليتنا تم ترميمها ولم يتم تسليمنا عليها لحد الآن بشكل كامل، بينما حصل حروق فيها وأضرار بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم طلاب الوسط والجنوب نشكر أهالي الموصل على ما قدموه لنا. احنا من أول ما اجينا الموصل ما توقعنا هيك الأوضاع الأمنية وهالاستقبال الرحب الطيب من أهالي الموصل والقلوب الطيبة، يعني هنا أجواء طبيعية، حياة طبيعية، العالم عايشة،
ويعني شوف هنا اخواتنا مثل ما تقول هنا بين منطقتنا بين ناسنا اخواتنا جيراننا مثل ما تقول هنا ما مقصرين عنا بكل شيء، يعني ما مخلينا يعني نكون احنا بغير محافظه، يحس نفسنا احنا بغير محافظه، لا احنا بين اهلنا وبين اخواتنا اهل الموصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من الحله انا عقال ابن الجنوب وغتره ابن دليم يا اخويا يا شيعه، ورغم كلهن ما اخذت عبره، اعرفك ما تسويها وتخون الزاد، قضينا العمر خوه بلبل وشجره، قضينا العمر خوه بلبل وشجره، اذا تعطش بماي وجوهنا نرويك، جوعان الموصل مد لك سفره، قوم انطيني ايدك حلفك بالعزيز عليك، هسه مو وقت المجافه ومنك تبرى، انا ابن دياله ابن الموصل فزعت لي البصره قبل ما تفزع الانبار. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طلاب من الجنوب جينا نداوم هنا بالموصل، ما كنا متوقعين انه الاوضاع هيجي ويعم الامن بالموصل ويعم الامن بالموصل، وكانوا اخوتنا بالموصل متعاونين ويانا، اصلا احنا ما حاسين انه بمناطق غريبه، احنا جايين بنص اهلنا، ونشكر كلية الحقوق وتعاملهم ويانا واخوتنا بالموصل وما مقصرين باي شيء، والله خدمات كل الزينه واحنا نشكرهم على خدماتهم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طلاب من الجنوب فجينا تقدمنا وطلعت تقديمنا الى الموصل وشفنا التعامل الحمد لله كل الزين وتدريس والمنطقه كلها امنه والحمد لله، ما كنا متصورين امان والوضع بالموصل وكلها الحمد لله زينه، خاصه كان تدريسي زين فدنا يعني متعاملين ويانا ومستاهلين ويانا والحمد لله والشكر، والله الوضع كله زين امان ما شاء الله الحمد لله، نايمين بالشوارع والله فوق السطح نايمين ب 12 بالليل نفطر كل زين والحمد لله والشكر وشكرا. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، صراحه الاوضاع بمدينه الموصل تتحسن يعني شيء بعد شيء، يراد لها شويه خدمات يعني خدماتها قليله الحمد لله، يعني هي كامان امان احسن حتى من قبل 2014، بس يراد لها خدمات بعد اكثر خصوصا المدينه القديمه بالجانب الايمن، يعني كلش خدماتها تعبانه، والجانب الايسر يعني نسبيا زين بس هم يحتاج لبعض يعني المساعدات، وخصوصا يعني النظافه لان الزباله منتشره بالشارع شيء مو طبيعي. هذا الموجود. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. نحن طلاب دياله، هسه شنو نحكي، نحن طلاب من دياله، وعندما قدمنا انقبلنا في جامعه الموصل والحمد لله فالطلاب هنا اعتبرونا مثل اخوتهم ولم نجد اي تفريق بينهم وبين طلاب الموصل، ونشكر الكادر التدريسي الذي كان متساهل معنا نسبه الاوضاعنا والمشاكل التي كنا نعاني منها، هي السكن في الأقسام الداخلية مكتظ جدا، ونرجو النظر إلى الأقسام الداخلية وحل مشكلتها وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الطالب أحسان عقيل من محافظة بابل القضاء القاسم، أقدم الشكر إلى أهالي محافظة الموصل من أبناء محافظة الموصل وللكادر التدريسي والأخوان كلهم ما قصروا ويانا هنا، بس عدنا احنا ننوه بس على شغلة واحدة اللي هي بسيطة، ان قضية الأقسام الداخلية طلاب انه جاي تلجأ تأجر سكن مبالغ هائلة كلش، يعني حدود توصل 9 ملايين السنة، يعني طالب هو ايش عنده انه يدفع 9 ملايين بالسنة، ها فاحنا نحن نعرف ان الوضعيه هنا متدهوره، انه السكن متفلش هواي، اغلبيه الاقسام الداخليه متفلشه، فاحنا نطالب انه يفتحوا لنا اقسام داخليه خاطر تقدر تستقبل هاي الطلاب اللي اعداد هائله جايه من محافظات الوسط والجنوب. وباسمي وباسم طلاب الوسط والجنوب نشكر اهالي الموصل بصوره عامه.
الناشد وزارة التعليم العالي انه وزير التعليم العالي بالاخص انه او يفتح اقسام داخليه للطلاب، يوسع الاقسام الداخليه اللي موجوده، ها، او يعطي نقل انه اي شخص يطلع غير محافظه يعطي نقل يرجع لمحافظته. خاطر اولا ما يصير اكتظاظ على الاقسام الداخليه، يصير اكتظاظ بالحاله التدريسيه انه الاستاذ ما يريد يلقي، من يصير اكتظاظ بالقاعه الزحام بالقاعه ما راح يقدر يلقي، وبنفس الوقت انه الطالب ما راح يقدر يستجيب للماده اللي يلقيها الاستاذ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نرحب باخواننا اهل الجنوب، نرحب بهم، نقول لهم انهم بين اهلهم وناسهم بالموصل، واهلا وسهلا بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتنا طلاب الموصل نرحب بكل رحابة صدر بطلاب الوسط والجنوب، وطبعا نسعى لخدمتهم قبلنا نسعى يعني لخدمة طلابنا، وإن شاء الله خصوصا بعد يعني فترة داعش ما ظلت يعني نفرز من هذا الشيعة والسني، كنا خوان مثل ما نمشي ويا خواننا أو طلابنا بالموصل نمشي وياهم. وطبعا الأوضاع أكيد تحسنت بمدينة الموصل، خصوصا شغلة الجسور يعني أكيد فضلت، يعني بعد ما صارت يعني تقريبا هسه 5 جسور هي يعني للأعمال، فإن شاء الله ما ظل شيء بالموصل. نعم أكيد يعني نوجه كلمتنا أو مطالبتنا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخصوصا وزير التعليم العالي، فيجب أن يخصص لهم يعني خلينا نقول يعني مقاعد لهم أو مساكن يعني داخل الموصل، لأن هاي شغلة أزمة عانوا منها كثير طلاب، وحتى أطراف يعني الأقضية والنواحي على أطراف نينوى، يعني مو بس يعني ولد جنوب عانوا منها. فنطالب اكيد ان يوفرون لهم اقسام داخليه داخل الموصل وبنايات حتى تنحل هاي المشكله اللي يعني كثير عانوا منها. نعم. وكما تعرفون انه الطلبه يواجهون بعض المشاكل اللي راح نحكي عنها بالبدايه. اول مشكله هي مشكله الاجواء، هسه صارت حاره، القاعات الدراسيه ما بيها اي تبريد، فاول مشكله انه لازم يتوفر التبريد. هاي المشكلة اللي متواجدة داخل الكليات. أما مشكلة الأقسام الداخلية فهي نفس المشكلة أيضا، تبريد ماكو، وبنفس الوقت هسه الثلاجات يعني احتياجها هسه يعني بهذا الوقت، المي البارد اللي كون الطلاب يحتاجونه، ثلاجات ماكو، يعني كل 3 غرف بثلاجة واحدة، الأكل مالهم يخلونه يعني يوم واحد يخرب من السبب الجو الحار. شهر رمضان مقبل علينا والامتحانات بنص رمضان، فالأقسام الداخلية شغلة التأجيل يعني الوقت هذا راح يكون على كل العراق، فراح يصير يعني ما راح يصير التأجيل بس لجامعة الموصل، إذا صار تأجيل راح يصير التأجيل لكل جامعة العراق، فماكو مشاكل، وأغلب المشاكل متقلبين عليها بس شغلة الأجواء الحارة وشغلة التبريد وهاي الشغلات إنه لازم يقضون عليها إن شاء الله. والله المنحة الطالب بحاجة يعني شو نقول جزء 5000 دينار مو 100,000 اللي كانت يعطونه. أنا طالب كنت قبل داعش أخذت المنحة، استلمت منحة السنة الأخيرة. شو السالفة اللي تغيرت هسه يعني شو اللي صار؟ يعني ليش التغشف يكون بس على الطلبة على الموظفين؟ ليش ما التغشف يشمل النواب، يشمل السياسيين نفسهم؟ ليش التغشف بس على الطلبة؟ يعني فعلا أكو طلاب هاي طالب الأقسام، والله أعرف أكو طلاب يجي مشي ما عنده الأجرة مال الكية، يعني ضرورية حتى لو شيء بسيط، يعني حتى لو بس الطلبة المتعففين يعني اللي محتاجين تكون لهم هاي المنحة. يعني القوات الأمنية حررت خلص دورها، هسه اجى دور السياسي اللي يوفر الشيء للطالب من مسكن، من آجارات في الأقسام الداخلية. أبسط شيء ذيك السنة كان آجار الأقسام الداخلية 30,000، السنة صعدت، السنة الأخرى ايش قد راح تصير؟ المسألة الأخرى الإيجارات بالشقق في الساحل الأيسر، أقل شقة 6 ملايين سنويا. لا ما موجودة خلاص. نعم الشقة اللي خارجية اللي على النفقة الخاصة آجارها 6 ملايين أو أكثر بالسنة. الطالب منين يجيبه؟ طالب أبو الناصرية أبو الحلة يعني جاي هنا فوق الغربة، همينا مصرف زايد، فوق هم الدراسة.
أطلب من أهالي المواصل إخفاض الآجارات للطلبة، لأن في هذا الظرف الاستثنائي بهدم الساحل الأيمن، ويعني الزخم كله يجي على الساحل الأيسر. نعم، بداية كان جسريا تقريبا عبرا، كانت يعني زخم كبير، لكن بعد ما فتح الجسر القديم لا خف الزخم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالبداية أحب أحكي يعني قبل كل شيء على طلاب الجنوب، يعني الجوع، يعني يداومون بجامعة الموصل، ماكو شقق أو الدولة ما تقدر توفر لهم شيء. قبل لا نطلب من وزارة التعليم العالي، نطلب يعني كل طالب، كل قسم، كل شعبة عنده طلاب من الجنوب، يعني أهل الموصل هم بيوتهم مفتوح لهم، يعني إحنا متعودين على هذا الشيء، تربينا على هذا الشيء. يعني قبل لا تطلب من وزير التعليم العالي، ليش ما أنت إذا ثلاث طلاب وياك من أهل الجنوب و40 طالب من أهل الموصل يقدرون يوفروا لهم كل شيء؟ يعني ما يقدر، يعني أنت مو ولا تطلب من يعني تطلب من وزير التعليم، وزير ملتهي بنفسه، كل من ملتهي بنفسه. بس إحنا حاليا بالعراق، بس أنت سوي بيدك، يعني هذا أطلب. والمنح يعني أطلب، يعني عندنا طلاب يعني ما يقدر، ما عنده كروة، يعني يجي على البيت ما عنده كروة، يعني نطلب منح يعني أقل شيء للطلاب اللي ما عندهم، يعني اللي يعرفون منهم، يعني مو هم مو ولا من الوزير، يعني الطلاب كلها تقدر تجمع، كل شهر يجمع 1000 دينار يطلع ما عنده كروة، للجاي من المحافظات، للجاي من المناطق البعيدة يعني من الموصل. ويعني يعني والجو يعني لسه صار حار جدا، يعني نطلب يعني الامتحانات يعني يصير يعني بوقت يعني المحدد، يعني قبل رمضان، يعني يعني خاصة يعني حتى ما يعني ندخل بظروف صعبة. ونرحب بإخواننا الطلاب اللي جونا من المحافظات الباقية من الجنوب والوسط ومن بغداد. فأحب أوجه يعني رسالة لوزير التعليم العالي أن شوية بس يستعجلون بتوفير المساكن والأقسام الداخلية للطلاب، يعني بناها وتعميرها شوية يطلب تأخير ويطلب وقت، وطلاب يعني حسب ما نتعامل معاهم اللي جايين بالأقسام الداخلية هيواجهون صعوبات بالأقسام الداخلية، يعني عدم توفير الخدمات، قلة بالمساكن، ازدحام يعني الغرفة يدخلون بها ويستقرون بها أكثر من 5 أو 6 أشخاص، هاي سبب من الصعوبة. أما إذا ترجع يبنون لهم أي بناية موجودة بالموصل، أي بناية موجودة بالموصل يقدرون أن يفرغوا لهم هي ويسوونها مسك يعني قسم داخلي يستقرون به الطلاب، يعني قد تكون مدرسة أو دائرة حكومية مهملة أو أي شيء قريب عن مركز جامعة الموصل يسوونه، ويوفرون عليهم طرق النقل، المسافة من سوق النبي إلى الجامعة توفر عليه، فأمن له مدرسة أو أمن له فد بناية قريبة عن المجمع الجامعي يساعدهم على الأقل شيء بالنقل، يعني يوفر عليهم النقل. هاي من باب الحكومة. أما من باب الثانية فإحنا نرحب بهم مدينة الموصل، فهم أهلنا، إحنا بيوتنا كده مفتوحة لهم، ما عندهم أقسام، ما عندهم مكانات يلتجئون عليها، أكيد إحنا بيوتنا راح مفتوحة وراح تنفتح لهم من قبل وهسه وبالمستقبل إن شاء الله. بالنسبة للمنح، يعني طلاب يعني فعلا قد يكون طلاب الأقسام أو قد يكون طلاب اللي بالموصل اللي بالنازحين بالمخيمات أو اللي موجودين اللي عندهم مثل ما شفنا أكو حتى أنا تصل درجة اتصل إلى درجة الموظفين بعدهم ما جت تصاريحهم الأمنية، تأخرت رواتبهم، فالطالب يعني يقع عليه ثقل. فنتمنى أن ترجع هذه المنح للطلاب للأقسام، للطلاب اللي بالموصل، اللي طلاب النازحين اللي إمكانيتهم ما تساعدهم، فهم بحاجة لها، وإن شاء الله يصل صوتنا لوزير التعليم العالي. ونشكر الوزير، نشكر رئيس الجامعة، نشكر عميد كلية التربية السياسية خصوصا ما مقصر معنا بالكلية، نشكر رؤساء الأقسام بصورة عامة ما مقصرين مع الطلاب، وإن شاء الله شوية يحسنون من وضع الجامعة، تبريد تدفئة بالشتاء، وإن شاء الله نحو الأفضل. شكرا لكم. بداية السلام عليكم ورحمة الله، نرحب بكم في جامعة الموصل كلية التربية الأساسية في هذا المكان. نشكركم على هذا المبادرة الطيبة لزيارتكم إلنا والتطلع على معانات الطلاب. أنا طالب محافظات من قضاء الشرقاط. التآلف بين الطلاب موجود، نعم طلاب الجنوب يواجهون بعض المعاناة من ناحية السكن ومن ناحية النقل اللي هو تكلموا عنها بعض زملائي اللي قبلي، بينما طلاب الموصل أيضا ماكو أي قصر منهم، يساعدون الطلاب من أي ناحية، من كانت مادية أو مساعدة معنوية فيوجد هناك. بعض الطلاب أيضا سألوا عن المنحة الطلابية. المنحة الطلابية طبعا كانت في السابق موجودة للطلاب، وكانت تساعد الجزء يعني على الأقل شيء قليل
للطالب. أما الآن فلا يوجد أي شيء، وتعلم أنت لا يوجد هناك رواتب، والكثير من الطلاب لا يوجد عندهم أي دخل لا شهري ولا يوجد أي مصدر رزق عندهم، فلا يوجد عندهم مال. فنرجو من وزير التعليم العالي ومن كافة المسؤولين التعاون مع الطلاب، لأن هم أجيال المستقبل طبعاً، هم اللي راح يربون أجيال اللي تجي. فنشكركم ونشكر هذه المبادرة، وشكراً لكم ونورتوني.